حديث أبي واقد الليثي، فيقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، فتتبعن سنن من كان قبلكم. فظاهر هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله أن هذا الطلب ليس من الشرك الأكبر، وإنما هو من الشرك الأصغر، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم ولم يرتدوا بذلك. لكن في هذا شيء من النظر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس هذا الطلب على ما طلبته بنو إسرائيل، وما طلبته بنو إسرائيل من جعل إلها لهم كما أن لهؤلاء القوم آلهة هو الشرك الأكبر، وإنما لم يرتدوا ولم يكفروا لجهلهم لهذا الحكم أو لحسن نيتهم من ظنهم أن هذا الأمر يقربهم إلى الله عز وجل، أو لأنهم لما أنكر عليهم لم يفعلوه.